أهلا بكم. الطالب النائب والكاتب عبد اللطيف العلوي رئيس الجمهورية قيس سعيد بإعادة الكتب التي أهداها له، وقال في تدوينة انتشرت بشكل كبير، وهي عبارة عن رسالة من النائب المجمد الفقير إلى ربه تعالى عبد اللطيف العلوي إلى فخامة الرئيس ملك ملوك الإنس والجن قيس سعيد، تحية وبعد: أعد إلي كتبي التي أهديتك إياها سيد الرئيس. أعرف أن الأمر قد يبدو لك مضحكا للغاية، وقد تراه ضربا من الوقاحة أو المزاح الثقيل، ولكني جاد تمام الجد ولست أمزح سيد الرئيس. أعد إلي كتبي. عندما يهديك الشاعر كتبه فقد أهداك قلبه، وأنا أريد أن أسترجع قلبي. فليس أوجع للمرء من أن يضع عصارة روحه وفكره وحياته بين يدي من لا يقدرها ولا يحترمها ولا يستحقها. أهديتك 3 دواوين شعر: خيبات طفل عظيم، عادات سيف الدولة، وطوق الهلاك. وأهديتك 3 روايات: الثقب الأسود، وأسوار الجنة، وبيض الأفعى. أهديتك أحلامي وأحزاني وإيماني بقدر الحرية في هذه البلاد. أهديتك أملي وأملي، وشددت على يديك بيدي يوم التقيتك. لم تكن مجرد كلمات، كل حرف فيها انتزعته بلحمه ودمه من شغاف الروح، ودفعت ثمنه خوفا وصبرا وجوعا ووجعا. واليوم أريد أن أسترد قصائدي، لا أريدها أن تبقى سجينة في قصرك بعد اليوم مثل هذا الوطن. أعرف أنك سوف تضحك كثيرا وتقول: يا لهذا الدعي المغرور، من يظن نفسه هذا الكويتي التافه كي يطلب أمرا كهذا؟ نعم، أنا شاعر تافه وصغير في أزقة دولتكم يا سيادة الرئيس. لا يعرفني اتحاد الكتاب الذي بارك انقلابكم على الدستور ولا يعترف بي. أنا شاعر فقير وضئيل مثل جندي صغير بقي في الخندق وحيدا ليدافع عن سماء لن يطير إليها، وبلاد لن تراه ولن تخلد اسمه في أخبار عظمائها. جندي بلا رتب وبلا نياشين وبلا سجائر وبلا خبز وبلا ماء وبلا صور للحبيبة وبلا رسائل حب يائس تأتيه من خلف الضباب والدخان. ومع ذلك ولأجل ذلك أنا أملك ما لا يوجد في خزائن الأرض كلها: احترامي لنفسي ونظرة الفخر في عيون بناتي. أعد إلي كتبي سيد الرئيس، ولا تقل لي إنك لا تعرف عنوان بيتي، فإن حراسك قد سبق لهم أن شرفون بالزيارة في غيابي، وزرعوا وروعوا بناتي وزهراتي وقطتي الصغيرة، وفتشوا البيت ركنا ركنا بحثا عن فكرة ممنوعة أو دمعة حب لهذا الوطن أو شدية منسية من حلم قديم. كان يمكن لو سألتموني أن أعترف لكم بجرائمي كلها بكل بساطة وهدوء ووضوح. جرائمي التي تبحثون عنها موجودة في قصركم، في كتب التي أهديتكم إياها في سنوات الجوع والخوف والحزن والأحلام المخنوقة، في مواويل أمي وحكايات جدتي التي عشت أهربها تحت جلدي كالحشيش، في مأساة خالد الشرفي وفدوى العمدوني وعامر الصالحي الذي لم تترك له دولتكم سوى أن ينتحر كي لا يموت. أعد إلي كتبي سيد الرئيس وصوتي الذي منحتك إياه. أعد إلي صراخي وهتافي ودعواتي وصلاتي ودموعي أمام بناتي ليلة انتخابك. وأعدك بأنني لن أزعجك بعدها أبدا. المشاهد تي في. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.